مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير، أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء والمستهل بالعناوين. إصابة 5 مواطنين بفيروس كورونا. وزارة الزراعة تحقق نتائج جيدة في مراقبة صحة الثروة والأسر. مستشفى نقفة يسهم في رعاية الأمومة والطفولة. سقوط قتلى وفرار الآلاف إثر هجوم استهدف مدينة داماساك شمال شرقي نيجيريا. وزيرا خارجية تركيا واليونان يؤكدان على الحوار لحل الملفات العالقة. وزير الخارجية الأمريكي يلتقي الرئيس الأفغاني في كابول. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة إن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 16 من إبريل في مراكز العزل في إقليمي الجنوب والأوسط أظهرت إصابة 5 مواطنين بفيروس كورونا، وظهرت 4 إصابات في أسمرة بالإقليم الأوسط وإصابة واحدة في عدخالة بالإقليم الجنوبي. في غضون ذلك شفي 8 مرضى من كورونا، 6 في المستشفيات. بهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن 3491 حالة، شفي منها 3288 حالة، ووفاة 10 مرضى، فيما لا يزال 193 مصابا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 16 من إبريل 2021. أعلنت وزارة الزراعة أنها حققت نتائج مشجعة فيما يتعلق بمراقبة ثروة البذور عن طريق قسم الخدمات القانونية والرقابية. أوضح مسؤول فرع رقابة ثروة البذور السيد سعيد نور الدين إن القسم أنجز مهاما فعالة منذ عام 2003 فيما يتعلق برقابة حجر البذور والكيماويات الزراعية وكذلك جودة وسلامة البذور. وأشار السيد سعيد إلى أن وزارة الزراعة قامت بتدمير حوالي 400 طن من أدوية الآفات والمعدات الزراعية منتهية الصلاحية والتي كانت مخزنة في كافة أرجاء البلاد منذ الفترة الاستعمارية، وبإمكانها التسبب في إحداث مخاطر بحياة الإنسان والحيوان، حيث تم تدمير 365 طن من أصل 400 طن في المملكة المتحدة بما يستوفي سبل ومعايير دولية. وظلت تجري عملية الجمع والتخلص من تلك الآفات الزراعية المنتهية الصلاحية بشكل منتظم. وذكر السيد سعيد تنظيم دورات فعلية وحملات توعية مكثفة لرفع مستوى معرفة المواطنين والإدارة الرشيدة وسبل الاستخدام الجيد للأدوية، خاصة للخبراء والمزارعين وأعضاء قوات الدفاع أثناء تسيير أنشطة واسعة وفعالة للتصدي وإبادة الجراد من أجل سلامتهم وسلامة بيئتهم. وقال السيد سعيد إن الوزارة قامت بتسيير أنشطة فعالة وواسعة حول السلام والتخلص من تلك الآفات ورقابة التلوث المتوقع حدوثه نتيجة لاستخدام الآفات الزراعية على الإنتاج الزراعي بطرق خاطئة، خاصة على إنتاج الفواكه والخضروات. وذكر على سبيل المثال تدمير أكثر من 860 كنتالا من الأدوية المتخلص منها خلال السنوات القريبة الماضية. في الختام أوضح السيد سعيد إن البذور المحسنة التي مرت عبر أبحاث زراعية تجري لها رقابة الجودة اللازمة قبل أن تصل إلى أيدي المزارعين والتأكد من جودتها بعد وصولها إليهم عبر الرقابة الجارية سنويا، مشيرا إلى أن الرقابة الجادة الجارية للبذور والآفات الزراعية في المطارات والموانئ ظلت تسجل نتائج جيدة من فترة لأخرى. يسهم مستشفى نقفة بدور كبير في ضمان الصحة العامة وخاصة رعاية الأمومة والطفولة. وقال مدير المستشفى السيد محرد أبس قدوم إن المستشفى يقدم خدمات رعاية الطفولة والأمومة والولادة والتطعيم المنتظم والأمراض المعدية وغير المعدية والتوعية الصحية. وأوضح خبير الولادة في المستشفى الممرض عبد الرحمن محمد صالح إن غرف انتظار الحوامل
تسهم في تقديم الرعاية والمتابعة الصحية للحوامل القادمات من مناطق بعيدة ويرفع نسبة الولادة في المستشفى. وذكر بأن إصحاح البيئة ساعده على مكافحة الأمراض، داعيا جميع المواطنين للمشاركة في أنشطة النظافة الصحية. وتعمل 6 مؤسسات صحية في ضواحي مديرية نقفة لحصول السكان على الخدمات عن قرب وتخفيف الضغط عن مستشفى نقفة. عبر سكان ضاحية قرنه في مديرية أغرداد بإقليم القاشبركة عن ارتياحهم لحل مشكلة المياه والاستقرار الذي حصلوا عليه. وذكر السكان بأنهم كانوا يواجهون مشاكل نتيجة لتعطل مصادر مياههم بشكل متكرر، مما أجبرهم على الاستفادة من مياه وادي بركة غير الصالحة للشرب، لكن حل المشكلة ساهم في استقرار حياتهم المعيشية. وقالت عضو لجنة التنمية المائية السيدة زهرة أمرات إن ضاحية إنقرني حصلت على خدمات كهربائية من مديرية أغرداد، مما أدى إلى خلق الاستقرار في حياتهم المعيشية، وخاصة في حل مشكلة مياه الشرب الصالحة. كما حصل سكان مناطق مالك وأواد ودرب على خدمات مياه شرب صالحة. من جهتها أكدت عمدة القرية السيدة أرهيت كير الاستفادة الجيدة من تلك الخدمات لاستمرارية ضمانها، مشيدة بالجهات الحكومية التي أنجزت البرنامج. خرج فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في القاشبركة في 15 من إبريل المشاركات في دورة التطريز المهني التي استمرت لـ6 أشهر من النساء الراعيات للأسر. فأوضحت السيدة إحدق يوهنس مسؤولة المرأة في الإقليم بأن الهدف من الدورة التي قدمت نظريا وتطبيقيا تأمين مصادر الخريجات الاقتصادية وتحسين حياتهن المعيشية من خلال المعرفة المهنية المقدمة لهن. وقالت منسقة الدورة في الفرع السيدة منية إنهم يتمنون من الدارسات خلق فرص عمل والاعتماد على ذاتهن وأن يكن مثالا يحتذى به للأخريات مستفيدات من المعرفة المكتسبة. وناشد كل من رئيسة المرأة سيدة تخاتس فاميكايل وحاكم إقليم القاشبركة سفير محمود علي حروي المؤسسات تقديم دعمها لإنجاح الجهود الحثيثة الجارية لتحسين حياة الدارسات المعيشية وكذلك المبادرات المتخذة. وعبرت الدارسات عن جاهزيتهن لقيادة حياتهن مستفيدات من المعرفة المهنية المكتسبة، موصيات المرأة وإدارة القاشبركة لتقديم الدعم لهن. نتوقف سيداتي وسادتي مع فاصل قصير وأعود لمواصلة الأخبار. أسفر هجوم شنه مسلحون من تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا على مدينة داماساك في شمال شرقي نيجيريا للمرة الرابعة، أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وفرار الآلاف. وأدى الهجوم أيضا إلى حرق سيارات وتدمير عدد من المباني وفق ما ذكرت مصادر أممية ومحلية. وعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن قلقها البالغ إزاء الهجوم العنيف الذي وقع على داماساك بولاية بورنو والذي خلف 8 قتلى وما لا يقل عن 12 جريحا. ويأتي هذا الهجوم بعد أيام فقط من إحراق المتشددين لمنشآت إغاثة في هجوم على البلدة، وقد تم استهداف داماساك مرارا وتكرارا من قبل مسلحين قاموا بعدة محاولات فاشلة لاجتياح موقع عسكري هناك كجزء من الهجمات التي تشهدها نيجيريا منذ أكثر من عقد من الزمن. تبادل وزيرا خارجية تركيا واليونان الاتهامات في مؤتمر صحفي عقد في أنقرة، لكنهما أكدا على ضرورة الحوار من أجل حل المشاكل العالقة بين البلدين وخاصة الحدود المائية. وأشعلت تصريحات وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس بشأن تأييد بلاده لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي واستدراكه بأن أي انتهاك لسيادة اليونان ستتبعها عقوبات
غاضبة من قبل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي وصفها بأنها غير مقبولة. وفي محاولة لتخفيف التوتر بين البلدين أكد وزير الخارجية التركي على ضرورة حل المشاكل مع اليونان بالحوار، مشيرا إلى أنه ليس من الجيد تبادل الاتهامات أمام وسائل الإعلام. في المقابل قال الوزير اليوناني أن بلاده تحاول إيجاد حوار بناء مع تركيا، لكن ثم تهديدات تركية جادة ضد اليونان. ودعا الوزير اليوناني نظيره التركي إلى زيارة أثينا لاستكمال الحوار، مؤكدا على أن القانون الدولي يجب أن يكون أرضية للحوار بين البلدين. وكان آدن دياس قد وصل إلى أنقرة في أول زيارة يقوم بها أحد الجانبين منذ تفجر التوتر القائم أصلا منذ فترة طويلة بين الدولتين العام الماضي. التقى الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي وصل إلى العاصمة الأفغانية كابول في زيارة غير معلنة، وذلك بعيد ساعات على إعلان واشنطن وحلف شمال الأطلسي الناتو انسحابا تدريجيا من أفغانستان يبدأ الشهر المقبل. وقال بلينكن إن المسؤولين الأفغان أعربوا عن احترامهم لقرار الرئيس جو بايدن الانسحاب من أفغانستان. وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن التجربة في أفغانستان أثبتت أنه لا وجود لحل عسكري للصراع، وأن على طالبان أن تدرك بأنها لن تحظى بالشرعية إذا حاولت السيطرة على البلاد بالقوة. من جانبه قال الرئيس الأفغاني أن هناك حاجة إلى نقاش واضح حول بدء فصل جديد من التعاون على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين واشنطن وكابول. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن البدء بعملية سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول الأول من الشهر المقبل، على أن تكمل انسحابها في الذكرى 20 لهجمات 11 من سبتمبر. اصطدمت ناقلة تحمل الحليب وتحطمت حمولتها في نهر في غربي ويلز، ما أدى إلى تحول مياه النهر إلى اللون الأبيض. وكانت الشاحنة الناقلة قد غادرت عبر الطريق السريع بلد كارمانشاير الويلزي قبل أن تتعرض لحادث على الطريق. وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تحول مياه نهر الدليس إلى اللون الأبيض بعد انسكاب حمولة الشاحنة من الحليب فيه. أوضحت شركة ناتورال ريسورس ويلز التي تشرف على إدارة الموارد الطبيعية في المنطقة أن مشهد المياه البيضاء في النهر غير المعتاد كان نتيجة تصادم شاحنة نقل إثر حادث مرور على الطريق. وأضافت أن الناقلة كانت تحمل الحليب وتسربت كمية غير معروفة من الحليب إلى النهر، ما أدى إلى تغير كبير في اللون على طول النهر. انتهى سيداتي وسادتي نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.